أهلا وسهلا فيكم مع ستار تريدر. ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 315 ألف وظيفة خلال شهر آب ليتجاوز توقعات عند 295 ألف وظيفة، ولكن ارتفعت نسب البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية من 3.5% إلى 3.7%. هذا وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما فوق مستويات 110.25 ليدفع الذهب إلى ما دون 1700 دولار للأونصة. وفي المقابل انخفض اليورو إلى ما دون مستويات التعادل برغم من توقعات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا وتابعونا على صفحات التواصل الاجتماعي.